مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من صوم وتصحوا. اليوم حلقتنا العاشرة في العاشر من رمضان. ان شاء الله تكون ايامكم كلها بركة وخير. كما عودناكم مع الدكتورة كريم عبدو، استشارية التغذية العلاجية واستشارية الأسرة. حتكلمنا اليوم عن اشياء مهمة جدا. بس يا دكتورة، شيشة وبطلنا، ودخان الحمد لله وبطلنا، وسكريات وبطلنا، وعصائر اللي فيها حلويات هاي والسكر وبطلناها، بس دكتورة الجوع ذبحنا، نعمل ايه؟ والله يا دكتور صدقني، لو فعلا اللي حضرتك بتقول عليه ده حاصل فعلا، ان شاء الله يا رب من 10% من المستمعين، انا هبقى في قمة السعادة. إن شاء الله. رسالة برنامجنا ان احنا نوصل الناس لصحة جيدة وصحة مثالية، يعني على الاقل ان احنا نحاول نرمم ما فقدناه وما يعني نسدد جزء من الفاتورة. إن شاء فلو الله. 10% زي حضرتك، يعني أنا ساتسفايد جدا بيهم، يعني لأن فعلا أنا بحققنا رسالتنا. أما الجوع بقى ده يعني أمره سهل جدا، هو بس إحنا الفكرة إن جسمنا بيبعت رسائل وإحنا لازم نفهمها، ومن ضمن رسائلنا إن إحنا بنحاول إن إحنا نفهم جسمنا، جسمك بيقولك إيه وترجمه ازاي. لو انت قدرت تفهم ده كويس قوي هتتغير حياتك يعني 180 درجة، لانك مش كل رسالة بيبعتها الجسم احنا بنترجمها صح، فلذلك احنا بنوصل لاخطاء وبنفقد صحتنا بناء على عدم فهمنا لرسائل جسمنا. طب نشوف الجوع، انتوا جعانين، ده احنا كنا بنقول ده شيء طبيعي في الايام الاولى من رمضان. النهارده كل سنه وانتم طيبين، احنا عدينا 10 ايام في رمضان، يعني مفروض خلاص جسمنا دخل في حاله ادابتيشن، تكيف. طب ايه اللي بيحصل؟ احنا بنجوع ليه؟ الجوع ده هو عباره عن عمليه ديناميكيه فسيولوجيه بتحصل في الجسم، مش سببها الاساسي خلو المعده من الطعام زي ما احنا فاهمين. يعني احنا بنتوهم ان المعدة اما بتفضى من الاكل بتقعد ايه تسع وصو ونجوع. لا، الحقيقة ده مفهوم خاطئ. دلوقتي هنعرف ايه الصح علشان نتعامل معاه. مش معنى الجوع ان معدتي فاضية، الجوع له اسباب كتير جدا، له اسباب نفسية وله اسباب فسيولوجية وله اسباب متعددة. النهاردة هنتكلم عن الاسباب اللي بتحصل في الجسم اللي بتؤدي للجوع. أما موضوع الأسباب النفسية وجوع المشاعر وجوع العاطفي، الجوع له حاجات كتير جدا، احنا النهاردة هناخد منها بس جزء اللي هو الجزء المتعلق بأجسامنا وإيه اللي بيحصل في الجسم. أنا عندي هرمون في الجسم اسمه هرمون الجريلين. هرمون الجريلين، الهرمون ده بيفرز في الجسم امتى؟ هو عشان يقول لي، الهرمون ده شغلته ان يقول لي ان انت جعانه، عشان يوصل رساله للمخ ان الجسم في حاله جوع، يقوم المخ يبعت لي رسائل اتفضلي ظبطي لي اكل، عايز جسمك عايز ياكل. امتى بيفرز الهرمون ده؟ الهرمون ده مش بيفرز لما المعده تبقى فاضيه، لا، الهرمون ده بيفرز في الجسم عند الاوقات اللي انا ظبطاها باكل فيها. يعني انا عامله حسابي ان انا بفطر الساعه 8 الصبح، بتغدى الساعه 3 الظهر، بتعشى مثلا الساعه 8 او 9 بالليل، عند التوقيتات دي الاقيني حسيت بالجوع. اول ما يقرب الميعاد خلاص هو جسمي عامل تكيف وبيوصل الرساله وبيفرز الهرمون اوتوماتيك في الميعاد اللي حضرتك مظبطه لجسمك. انت بتفطر 8 الصبح، غيرك بيفطر 12، غيرك ما بيفطرش خالص بيبدأ على وجبة الغداء. كل واحد، لو انت حضرتك لاحظت ما بين الناس كده هتلاقي كل واحد بيحس بالجوع في وقت مختلف، مش كلنا بنشعر بالجوع في وقت واحد. ولو كلنا اكلنا مع بعض مثلا وجبة افطار مثلا في رمضان، لو كلنا اكلنا مع بعض نفس الوجبة دي، وانا متعودة ان انا بقوم الساعة 2
اتسحر. وحضرتك متعود ان انت بتاكلها وخلاص وبتستنى عليها لتاني يوم، انا الساعة 2 هشعر بالجوع وحضرتك مش هتشعر بالجوع. طب ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللخبطة دي؟ لا، هو جسمك كده، دي رسائل جسمك، بيفرز الهرمون ده في الوقت اللي هو متعود ان هو يفرز فيه. عشان كده احنا في الثلاث اربع خمس ايام الاولانيين من رمضان لو لاحظت هتلاقي ان هو يعني كان بينتابنا احساس من الجوع. عشان كده لما حضرتك بتقولي ان الجوع قاتلنا، لا يعني مفروض بقى ان احنا يكون عملنا ادابتيشن، خلاص انا هيأت جسمي ان انا باكل الساعة 8 او الساعة 7 على حسب المغرب ما بيدن، هو ده الوقت اللي انا عودت جسمي عليه. هيفضل الاسبوع الاولاني اقصى حاجة اسبوع، هيفضل يجي في الوقت دوت وتحس بالجوع في وقت الغداء او وقت الفطار. لو انا الهرمون، لو عملنا الكيرف بتاع الهرمون، هنلاقي الوقت اللي انا معوده جسمي على الاكل فيه بيرتفع الهرمون جدا. طب انا ما اكلتش، ايه اللي بيحصل؟ بيرجع ينخفض تاني وخلاص، وبينتهي احساسك بالجوع. ده بالنسبه للجريلين. طيب اكلنا، جه وقت الاكل واكلنا، ايه اللي بيحصل بعد ما بناكل؟ المفروض ان انا بعد فتره معينه احس بالشبع. ايه اللي بيحسسني بالشبع؟ بيفرز هرمون تاني عكس الجريلين ده بقى. الجريلين ده هرمون اسمه هرمون اللابتين. الهرمون ده هو اللي بيوصل للمخ وبيقول للمخ ان خلاص كده خدنا كفايتنا من الاكل، خدنا كفايتنا من الطاقه، وقف، ابعت للراجل ده وقول له وقف اكل. طب لو انا باكل بشكل سريع وباكل وجبات كتير وحاجات دسمة وحاجات مختلفة وعملت لخبطة جوه المعدة، ايه اللي بيحصل؟ فيها سكريات كتير ونشويات بسيطة وكربوهيدرات كتير، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لخبطة في الهرمون ده، ما بيفرزش. ليه؟ لان انا بيعلى الانسولين نتيجة الاكل اللي انا اكلته واللي هو مليء بالحلويات والسكريات والنشويات، فلما الانسولين بيعلى بيوقف نشاط اللابتين ده ان هو يوصل للمخ ويبعت لي اشاره يقول لي وقفي. طب لو انا باكل بشكل هادي وبشكل منتظم وباخد تلت ساعه، انا الجسم محتاج تلت ساعه اكل فيها، ما اكلش بسرعه، اقل من كده، تلت ساعه بيبدا الاشارات توصل للمخ ان خلاص حصل امتلاء وحصل شبع، يقوم يفرز الهرمون ده، خلاص احس ان انا شبعت. انت تبقى بتاكل ويقول لك ايه؟ يعني انت شبعت على المعلقه دي؟ يعني انت شبعت على اللقمه دي؟ اه خلاص شبعت، وافرز الهرمون ووقف كل حاجه. امتى الحاجات دي بتمشي مظبوطه؟ لو انا باكل بشكل مظبوط، باكل اكل صحي، باكل اكل يبقى متناسب ومتناسق وبعيد عن السكريات الكتير والإفراط في الكربوهيدرات الكتير. بيجي تالت حاجة بتأثر في عملية الأكل والجوع والإحساس بالجوع، هرمون بيفرزه البنكرياس اسمه جلوكاجون. الجلوكاجون ده بيفرز بكمية كويسة وكمية كبيرة في حالة الأنسولين لما يبقى واطي. لما نوطي الأنسولين هيوطى ازاي الانسولين؟ بان احنا مقللين السكريات ومقللين النشويات والكربوهيدرات اللي ممكن ترفع لنا الانسولين. في حاله انخفاض الانسولين الجلوكاجون يرتفع. فالجلوكاجون يعمل ايه؟ اي سكر موجود يروح محوله، اي دهون موجوده يحولها لسكريات. السكريات ده هي اخدها استغلها في الطاقه، يبقى بيساعدني في حرق الدهون. يبقى احنا رسالتنا ان احنا عايزين نصوم صح ونفطر صح ونخس، ما نربيش دهون وما نربيش كرش، وما نطلعش من رمضان اوزاننا يعني مفرطه فطبعا الثلاث هرمونات دول بيأثروا على جسمنا، معاهم الانسولين. يبقى انا بظبط الانسولين بتاعي بالسكريات والنشويات اقللها، بالتالي هرمون الشبع هيفرز بشكل محترم وبشكل كويس وتوصل الإشارات بتاعته للمخ، وفي نفس الوقت يشتغل هرمون جلوكاجون
يحول لي السكريات الدهون اللي موجودة لسكريات استغلها في الطاقة. يعني انا مش هبقى زعلانة ان انا ما دخلت السكريات، لا انا عندي دهون كتير جدا ومخزنة في الجسم، هيقوم النظام الهرموني اللي ربنا خلقه في جسمي بتحويل الدهون دي لسكريات استغلها في الطاقة اللي انا محتاجاها، اصلي واقرا قرآن واعمل قيام ليل واعمل كل حاجة بحيث ان انا يعني يبقى في حالة نشاط وجسمي رايق وجسمي هادي. يبقى انا لو شعرت بالجوع في وقت مش وقت الاكل، اعرف ان دي رسائل وهرمونات، هتسيب الهرمون ويهدى هينزل تاني وينخفض، ما تقلقش. طب لو انا بعد الفطار واكلت وخلاص واكله كويس وبعديها بساعتين كده شعرت بالجوع، ممكن الجوع ده يكون جوع شعور كاذب، لان الجسم ما بيفرقش ما بين احساسه بعدم الاكل او احساسه بعدم الميه او فقدانه للميه. ممكن تبقى عطشان توصل لك رسالة ان انت باحساس بالجوع، فجرب اول ما تحس بالجوع بعد الفطار ما تجريش بقى على صينية الكنافة والقطايف والحاجات دي، جرب اشرب مية، اعرف ان ممكن يكون قوي جسمك مفتقد للمية فداك احساس بالجوع. فاشرب مية واشرب مثلا مشروبات دافية او كلك اي حاجة فاكهة، هتبص تلاقي جسمك بدأ يهدى وبدأ يرتاح. وكثرة الدهون في جسمك هي بتبقى سبب مباشر لتراكم السمنة وتراكم الأمراض بعد كده. يعني ربنا يعافي الجميع يا رب. عايزين نطلع من رمضان بصحة جيدة، عايزين نطلع بوزن مثالي، ونقول صوموا تصحوا. حلقتنا النهاردة كانت بسيطة بس عشان نستوعب الكلام اللي فيها ونكتبه ونحفظه ونفهمه، ويعني أرجو لكم الفائدة إن شاء الله، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة مرور كده 10 أيام، هنخش في العشرة التانيين بقى واختبار أكبر لجسمنا، إن وأشوفكم شاء على الله. خير. شكرا دكتورة اللي فهمتينا رسالة الجوع، لأنه هاي مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى لم يفرض علينا شيء عبثا، وأكيد في سنة في ذلك. نشكرك دكتورة، ونراك في حلقة بكرة. سلام إن شاء الله للجميع. إن شاء الله.